خلاص في بيرول تيك 3 3 2 اكشن. بنتكلم عن البروفيسور احمد العفو كم مره 3 2 اكشن. لو بتكلم لكم عن البروفيسور احمد حنحتاج الى كثير. كم مره معلش ممكن الدكتور احمد مش لازم البروفيسور. البروفيسور لازم تطلع بس خليك ناشف. يلا معلش 3 2 اكشن. لو أتكلم لكم عن البروفيسور أحمد كمان حلو. أنا عرفت إن العملية تدخل جوه الكواليس حلوة جدا. يلا كمان 3 2 أكشن. لو بتكلم لكم عن البروفيسور أحمد هقول لكم كثير. كات شو بصص أنا بعدين أنا أحكي لك مع شيخ خالد كم مرة؟ رول أستاذ تفضل 3 2 أكشن. لو نتكلم عن البروفيسور أحمد حقول لكم كثير. كم مرة 3 2 أكشن. لو نتكلم عن البروفيسور أحمد حنقول لكم كثير. كيف تمام ولا نعيد؟ حلو بس انا عايزك تروح على اللي انه انا مكمل المشي كلها. يلا نعيدها من جديد. يلا 3 2 اكشن. لو نتكلم عن البروفيسور احمد حقول لكم كثير. كي برو ماشي تفضل كده سامحني شوفني يعني لما بتكلم عن البروفيسور احمد انا بقول كثير يعني خدت سكته في الاول وسكته في الاخر وبعدين مشيت. هل دكتور كم مره 3 انا بتوقع ولا لا ستيل بقى انت ستيل اساس ولا طفي طفي طيب طفي كده كات تعمل كات رولينج عشان هيك بس عندي شروع شوية اللايت اي ضعيف مره فوكس بس شوفها يلا بسم الله سات 3 2 اكشن. احنا لما بدنا نتكلم عن الدكتور او البروفيسور احمد نحتاج الى الكثير من نتكلم عن البروفيسور كم مره معلش كم مره ولهنا وطايف مش عارف اللايت مش عارف اليوم ما هو كويس ترى لازم يكون زايد اثنين بس 1.7 وطلع على خليك من الكاميرا انت قول من الكاميرا وبعدين خليك على طول على الكرسي وروح اقعد اجلس 3 2 1 انا لو بتكلم عن البروفيسور احمد محتاج الى الكثير. هناخدها كمان مرة بس الاطمئنان معلش. طيب ونظرتك مش للكاميرا اللي هنا نظرتك للشاب هنا خلاص هنقول كده حاطين هنا انا الكاميرا كمان مرة ماشي 3 احنا رول كلنا كيب رول ستيل 3 هنقولها برضو عشان السكتة لو بنتكلم عن البروفيسور احمد بنقول كتير تفضل امشي 3 2 اكشن. لو بنتكلم عن الدكتور احمد نحتاج الى كثير. وان مور اخر مره معلش عيوني لازم هنا بس لو تبغاني الى الصبح الله يحفظك لكن عيون ابو محمد الله يحفظك يلا لو بنتكلم عن البروفيسور احمد بنقول كثير بوس 3 2 اكشن. لو بنتكلم عن البروفيسور احمد نحتاج الى الكثير. ناخذ طيب ناخذ كات كات يلا روح.
تسلسل مين خد رول اساسي؟ ما حيبين الكلاب مو مشكله بس اعرف بس انت خدت رول رول خدت رول ورجعت تاني طفيت؟ لا بس رول خد رول اساسي خدت انت خدت رول وطفيت طفته؟ اخدت رول نفسه بس هي جت عندك صوتين اربعه اوكي 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 كيف التعدد؟ لا التعدد ما ينصح به في الوقت الحالي على الكاميرات والفلاشات صح لكن تحت الهواء تقدر تاخذ المعلومه عبد الله خليها جديه اكثر عشان حناخذ اللي بعد انا بتحدث عن مسيره الدكتور احمد بتوقع انتم ما تحتاجون الصوت لا لا من الصوت ما نحتاج بس الرياكشنات الرياكشنات لحركه الجسم طبعا الكلام اللي نتكلمه الان هو حقيقه ترى حتى لو احنا ما بنحتاج الصوت في التسجيل لكن دكتور احمد في حقيقه في اثناء تجربتي او اثناء قيادتي له والله العظيم انه كان من قمه الافراد في الاداء علما برتبته يمكن اضعف فيه رتب رقيب ورقيب اول ورئيس رقبه يعني لكن كان دقيق في ادائه وكان تعامله مع زملائه بشكل سبحان الله يفرق حتى لما يدخل على المسؤول يدخل عليه حتى لو انا ماني منتبه له عبد الله يسكت في منشغل في اوراق او شيء ما يفقد العسكريه اللي هو عمليه التحيه هذه عمليه التامر السلام عليكم ثبوت وقوف امامي لين حتى اسمح له بالجلوس او فاقول لك ما تفقد كل المعايير سبحان الله رجل الله الذي تفضل تاخذ شوف سبحان الله يمكن انا كنت سبب في شهيات الطلبه عشان يصير كروب حاجات شيء الله سبحانه وتعالى كذا ترى في شيء قادم مرضي شيء يا اخي احمد انا ما زلت اقولها انسان سريع سريع رضي الوالدين صدقني حينجح صدقني سخر له اولاد الحلال احنا بدعاء انا اقول اللهم سخر لي اولاد الحلال فهمتني هو احيانا تقول الله كرم اولاد الحرام من الحرام على اساس تسهيل الامور في الحياه هذه من المسببات أو من الأشياء سبحان الله تعطي الإنسان قوة دفع وتسهيل وتسخير لإنتباه في حياته حقيقة الله يوفق أبو محمد ولكن ما نقدر نوصل مواصيل أبو محمد أبو محمد ما شاء الله عنده ثلاث خمسة اليوم حنا طال عمرك نحارب على طال عمرك لما نجيب السيرة لما نجيب الزواج نحارب وحنا نمزح أحيانا ولكن على قولتهم يقول لك المزح قد ينقلب إلى جد ف دائما يكون هناك فيه ضوابط وروابط ولازم الواحد يكون ذكي على اساس ما يكون عنده مشاكل لا قدر الله في من تحت الحزام. بس ارجع حضرتك تحت صوره واحنا بنسجل كان غطرتك هنا مسدوله من الناحيه ايه بس رجعها الناحيه شويه. ايه كويس ما شاء الله عليك يعني على اساس انه كان من الحوار. ايه كان حلو نكمل كمان دقيقه معلش. فزي ما قلت لك ابو محمد الله يعطيه العافيه ما حنقدر نوصل الى يوصل له لا بالجهد ولا بالمثابره وصدقني لو غير احمد على ظروفه وعلى حياته الاسريه وعلى المشاكل اللي صارت له في حمل تعرض لعده معوقات سواء في جانب العمل العسكري تعرض معوقات في جانب الاكاديمي اكيد اي انسان ولما كان معلم وراح للتعليم وكان اكيد له منافسين طبعا أكيد يكون له هناك أعداء أحياناً ناجح هو اللي يحارب أما الفاشل فدائماً ما حد يدور عليه لازم تفهم شيء ترى أبوه منع العسكرية منع سبحان لكن عمه علي أكبر من أبوه يعني أرغم على العسكرية طبعاً أحياناً في عندنا مثلاً يقول فيش لحدك ألمه قال الأمر منه فأحمد ظروف الأسرية أو مثلاً تحمل أسرة أو ما في العسكرية هي الطريق السريع إلى الاستقرار الوظيفي الاستقرار الوظيفي ما يشيء من الحياة الإنسان في المكان أشياء معينة تأخذها في الحياة فهناك طموح الرجل عندما يقوم بشكل أكيد من يواجه عقبات والعقبات هذه مين سهلة فأي إنسان قد تخوض لكن انا احب اشوف ما شاء الله عليه على قولتهم جمل اكيد انه تحمل ابدا ما جاء من فراغ لازم نبوكس خلينا نشيل عبد الله كافي بالنسبه لنا جاهز من حيث اعطينا سيف
مين وخالد؟ كده اوكي استاذ؟ ممتاز. على مستوى الوجه. ايوه حسسها عشان اخذ الجو. يلا. 3 2 مارك. لما قرأت الصحف. استنى يرجع. يلا تفضل. لما قرأت الصحف ووجدت اسمك مكتوب. كيف كانت شعورك؟ كيف كانت ردة فعلك؟ حدثنا عنك. والله يا عبد الله لما قرأت وجدت ان الدكتور احمد حصل على الدكتوراه في جامعة الطائف حقيقة ما تصدق الشعور اللي اختلجني في بالسعادة وصلت لداخلي. هذا الانسان اللي كان امس رجل عادي جدا ورجل امن في مرتبة صغيرة صار يعتلي اعلى المراتب في الجامعة حقيقة شعور لا يوصف. كنت اضرب مثل لاولادي اقول لهم شوف الكفاح والامل والطموح لا يتوقف عند الانسان اللي يفكر انه في التجديد في الامل البعيد. حقيقة شعور لا يوصف فرحة لدرجة اني لازم اتواصل معه ولازم اكلمه ولازم ابارك له واقول له برافو عليك انت مثال والله قدوة اعتذرها لاولادي قبل ما يكون الناس الاخرين البعيد. طيب حابب تقيم الدكتور هو البروفيسور احمد الهلالي يعني بحكم ان اول وظيفه كنت انت مديرها اول مرحله عمليه في حياتك كنت انت طبعا زي ما ذكرت لك سابقا الدكتور احمد الله يعطيه العافيه لما كان فرد طبعا مقارنه الان انا اعطيك جانبين جانب في الشخصيه وفي جانب في العمليه عمليا في لما كان في مجال رجال الامن كان قمه الانضباط كان الدكتور احمد بشنب وكان هيبه وكان قمه في الاداء في الريح. اما الجانب الاكاديمي فالان الرجل ما شاء الله عليه يعني بروفيسور انا اقيمه الدكتور احمد يزعل علي ولكن هو الجانب اللي ما شاء الله سبق الصبغه المدنيه في صار ما شاء الله شوف الان اللي يشوفه يقول طال عمرك شباب ما شاء الله عليه وهو ان شاء الله شباب بس الفكر ما اقدر اقيمه في بروفيسور اقيمه هو لما كان عندي صعب ما بين الامس واليوم، اليوم ما شاء الله طالب تفوق على استاذه فما اقدر اقيمه ودكتور احمد بكره يزعل علي قلت له شايف تقيمني وانا بروفيسور؟ ف تقييم شهادتي هي مجروحه حقيقه وافتخر في ان في رجل من الرجال عملت معه واشارك في توثيق سيرته في هذا الوقت بعد 25 سنه من البعد ولكن صار في تواصل بعد ما حصل على حقيقه دكتور احمد قدوه وما زلت اقولها قدوه للجميع. الله يوفقه ويسعده في حياته. طيب الدكتور احمد متزوج ثلاث حالات. ايش تنصح عن التعدي؟ والله الدكتور احمد عنده اخر اتصال بيني وبينه يقول لي جيب الاهل على اساس عندي عشان يصبغونهم جو له. قلت له انت ما تسبب لنا مشاكل. طبعا انا حقيقه اهنيه. طبعا انا احنا تعرف احيانا حوالينا قيود ويرسل معنا مناديب لنقل الاخبار وصعب نتكلم خلها تحت الهواء اعطيك راي لكن على الهواء صعب ما حد يقدر يسوي زي البروفيسور هو وصل البروفيسور يعني خلاص ما عاد عندها شيء لكن احنا ما زلنا احنا يا دوب على قولتهم واحده وتحت الهواء بتسمعوا كلام اخر. انا بس حسن خليك مرتاح حذكر موقف انا ما عارف حضرتك عندك خبر بيه ولا لا. دكتور احمد في بداياته يوم راح للنجس كده عشان تكون ايوه اي ليفل شكرا في بداياته يوم راح في بداياته للجامعه يدخل يعمل يسوي دكتوراه واجه موقف انا ما عارف ضروري حضرتك موقف مع رجل الامن قال له فرد الامن اللي هناك ما بقي الا هذه الاشكال تدخل جامعه يعني حاجه من هذا القبيل ما اعرف اذا حضرتك عندك خبر عن الموقف ولا الاول تعرف عنه حاجه الموقف ده او ذكر قدامك بشكل ما او باخر. لا ما ذكر لي لكن ما اقولها لك دائما رجل الامن كان محل نكد بعدم الفكر وفعلا كان يخرجون من الثانويه يحطونه طال عمرك سنه سنتين في الدورات تخرج طبعا عسكريه بس ما عندهم لا نفذ الاوامر استقبل بس لكن كتحاور كاخ وعطاء وسنوات ما كانت موجوده فما عندي معلومه عن هذه بس اذا تبغاني اعطي وجهه نظري بالموقف اقدر اي لا كان فرض الامن كنوع من انواع الاستهزاء استقصاص بالشخص ايوه من هذه الاشكال زي كذا ايوه هي هذه حاصله كثير مو فما ادري تبغوني اعلق على أيوة. طيب
تسجلون انا احنا ستيل. طيب طبعا احيانا المجتمع المدني خصوصا الاكاديمي في لما يجي رجل امن كانه استكثار او استهزاء او استنقاص، لانه كانت العقليه او الفكر عند رجل الامن انه دائم. لكن في الاونه الاخيره في توجه الدوله الله يحفظها كان الاهتمام بالجانب الاكاديمي اكثر. فاحيانا يجيك في بعض الناس عقليته او على ملال على ما عنده من فكر انه العسكري لا محروم عليه انه يكون يرتقي او خلاف. فهذه كانت الفكره السائده وللاسف الان اختفت سابقا. للاسف انا اقول لك للاسف كانت الفكره موجوده سابقا ولكن الان الحمد لله اختفت تماما وصار الجانب الاكاديمي يغلب على الجانب الانضباطي. طب انا اخذته من زاويه ثانيه معلش. شوف كانت معوق من المعوقات، واحده من التحديات، لانه هو كان في ذاك الوقت العقلية المحيطة أو خلينا نقول الثقافة المجتمعية كانت تظهر له نظرة معينة، لكن هو خلينا نسميها كده كان قد التحدي لين وصل لما وصل إليه. طبعاً عندنا في المجال العسكري لما يجي عسكري يبغى يدرس أو خلافه، يعني أنا ما أقول لك بعض أو قليل من القيادات يكون عنده نظرة إنه استنقاص أو إنه هذا العسكري مجرد بس يبقى له عذر علشان يهرب من العمل او. لكن التحدي اذا في رجل تحدي والاصرار، طبعا الاصرار تنعكس على اشياء قواعد سابقه اللي هي الانضباط. فاحمد كاسر هذه القاعده، انا منضبط، انا انسان ما عندي ملاحظه عشان اهرب او اتهرب او اخوض عذر على اني ابغى اسوي كذا او كذا. لا طبعا معايير الاداء تعطيك مؤشر ان الانسان هذا اقوى، فكرة أبعد وطموحها أكبر. ما أقول لك هذا جانب موجود بعض القيادات ما يدخل عليه عسكري من أفراده أو يطلب منه أنه يكمل دراسته أو خلافه يجد أنه يعني من الصعود نادرا أنه بعض القيادات توافق، إلا في الأمر الأخير اختلف الموضوع والمعيار تماما. عظيم جدا. أنت في شيء تاني تبغى تضيفه؟ طيب أنا بس عايزك تقعد، أنا ناخد كاب معلش. ناخد رجع. خلي خد خد سين خد سين. انترفيو تيك 1. حيا الله معنيك حمد، ونشكر لك قبول الدعوة وشرفتنا وتكبرت عنها السفر، الله يعطيك العافية. كل هذا عشان الدكتور والبروفيسور أحمد الهلالي. حابين تتكلم لنا عن أول لقاء مع البروفيسور أحمد. أول شيء الله يحييكم ويبقيكم ويسعدني تواجدي معكم في محافظة الطائف. طبعاً الدكتور البروفيسور أحمد الهلالي الله يعطيه العافية، في عام 1400 وتقريباً 16 و17 كنا في الأمن الشامل في محافظة جدة، فكان من ضمن الأفراد المميزين في الفرقة. هذه بداية معرفتي به أو تقابل معه، أنا كنت كرئيس له. وش كان أول انطباع لك في المقال؟ طبعا احنا كجهه امنيه وكرجال امن تقييمنا لرجال الامن في القيافه نسميها القيافه العسكريه، المظهر، الانضباطيه في الحضور، الانضباطيه في الاسراف، كانت هذه المعايير اللي تعطيك انطباع عن الرجل في عمليه الاسراف. فاحمد كان من المميزين. دكتور احمد انا بعذرني على اللفظ اني اقول احمد، ولكن في وقتها كان عندي العسكري احمد، كان من افضل الافراد اللي مميزين في عمليه الحضور والانصراف والقيافه. فانت الدكتور دعم سخي جدا. حاب نعرف ليش انت دعمته؟ هل هو حب في الاكاديميه ولا هو ترى انه راح يكون المستقبل ظاهر؟ حدثي. حقيقه دعمي للدكتور احمد كان في البدايه انه اثناء متابعتي له كرئيس له في الميدان مع مجموعه افراد مو الواحد. أنا عندي أربع فرق في الميدان، فدائما المميز عندي إنه عملية انضباطه في دوامه، عملية أداءه المهام عمله بشكل صحيح، حفاظه على قيادته، تعامله مع إحنا نتعامل مع الجمهور الخارجي، العملاء عملاء داخلي وعملاء خارجي. فكان من الأفراد المميزين، وكانت إنتاجيته في الميدان في عملية متابعته كانت مميزة. من هنا بدأ لفت انتباهي إنه من الأفراد المميزين. فهذا اللي كان
انطباعي عنها الأول. فتفاجأت في يوم من الأيام أن الرجل جايني أنه يبقى يواصل الدراسة الجامعية ويبقى إنهاء الوظيفة. طبعاً في المجال العسكري طبعاً صعب أن الإنسان أن يكون مفرغ للدراسة خلاف الأنظمة عندنا في وزارة الداخلية والأمن العام أنه الدراسة لابد موافقة من المرجع. كان لها مبررات، كانت في ذلك الوقت فيها صعوبة في الحصول عليها. هذه بداية النقطة الأولى لعملية دعم للدكتور أحمد وميزته، أنه ما في الأنظمة ما تسمح بأنه إلا عن طريق قنوات رسمية، وهو كان مستعجل في قرار أنه أنهي عشان أتجه اتجاه ثاني اللي هو أكاديمي. من هنا بدأت أنظر للموضوع منظار آخر. طيب الجامعة كيف كانت الموازنة ما بين العمل والجامعة؟ ما بين الدوام بالليل بالنهار؟ طبعاً العمل زي ما قلت لك ما كان يسمح لأي إنسان يواصل، لأن كانت فترتنا على مدار 24 ساعة، مقسم الفترة إلى 6 ساعات، الصباح، الظهر، العصر، المغرب، الليل، آخر الليل، فيها صعوبة. طبعاً كان في الميدان، فرغبة مني في أني أدعم الرجل هذا، والدعم هذا ما جاء من فراغ، جاء من تميز الفرد عندي. طبعاً سابقاً كنا الإجراءات الكتابية والتحضير كانت يدوية، فنقلته من الميدان حطيته في الإدارة عندي، كان مسؤوليته تحضير البيانات، الأفراد، تحضيرهم، إعدادها. الحقيقة يمكن دكتور أحمد من الناس المميزين في الكتابة، الخط عنده ما شاء الله موهبة الخط، كان يعد الكشوفات بدون أخطاء، لأنه لما يعد الكشف لأنها كانت بالكوبون أكثر من كشف، فلما يصير خطأ تعيد من جديد. هنا نقلته، وكان دوامه يعني مهيئ أنه حضر في أي وقت كان بالنسبة للجامعة. معلش حضرتك بس عند نرجع عند الحتة بتاعت أن الدكتور كان خطه جميل، لأنه كان بيكتب بهذه الكربونات أو اللي هي الكربون دي. ممتاز، تفضل أعطني إشارة لما تبغى نبدأ. يا تفضل. فكان الدكتور أحمد كتابته للبيانات خطه جميل، وكانت مكلفة أنه تكون عدة نسخ، نسخ للإدارة، نسخ للمكتب، نسخ تروح للإدارة العليا بالتحضير، كان خطه جميل جدا. هنا حطيته في المجال هذا وقلت له سجل في الجامعة ولا تترك عملك، لأن هذه لقمة رزقك أنت وأهلك ودي، وإن شاء الله أنك تخلص الجامعة. هنا اقتنع، والعمل كان مريح علما بأنه لما يصادفه شيء كنت مثلا ظروف خارجة في تناسب توقيته مع زملاء، ما هو الوحدة، في مجموعة أعلى منها بس يمكن هو يكون أحدث رتبة، دائما في الإدارة ما ينتقى إلا الأفراد اللي رتبهم عالية وعندهم خبر، ولكن لظروف أحمد التعليمية ورغبة مني في أني أوقف معه بحكم أني أنا أكاديمي، أنا خرجت من الجامعة وأعرف إيش معنى أكاديمي. وكانت الدولة عز الله في ظل حكومتنا الرشيدة تسعى إلى الاهتمام بتثقيف رجل الأمن الميداني بحيث يتعامل بأسلوب مميز ورضى من الجميع على رجل الأمن بشكل عام. العسكرية انضباط والتزام، كيف كان الدكتور؟ طبعا زي ما قلت لك ذكرت في حديثي سابقا، الدكتور أحمد دائما انطباعك الأول عن الشخص عن الهيئة، كان من الناس الحريصين على ضيافته. ثاني شيء الحضوره المبكر قبل موعد العمل بساعة بنص ساعة يدل على، لأنه قبل في إجراءات قبل العمل، هذه تدل. ثاني شيء لما تيجي نهاية الوردية، نسميها عندنا ورديات في النظام العسكري، إنه لما يجي نهاية التسليم بربع ساعة ثلث ساعة، طبعا كل رجل أمن مسؤول عن مربع أمني، تجد إنه بعض الأفراد إنه يتقرب من مقر القيادة، لأنه كان مستلم سيارة رسمية وآلية رسمية على أساس إنه وقفها في مقر العمل، فيكون يتقرب يترك مربع عمله مهمة عمله ويتقرب على أساس إنه لما يجي وقت الانصراف فيكون قريب يوقف سيارة. في المسألة ثلاثة، أحمد تنصرف الفرقة وهو ما زال في مربع، لما يجي المربع الانصراف هو آخر يمكن واحد يوصل، لأنه فهذه من المعايير اللي كانت. فأحمد مثال للانضباطية. أول يوم جاء الدكتور كذا بلغت إنه بيطلع من العسكري، حكنا عن حقيقة جاني أنا في المكتب، وطبعاً لما جاني يقول أنا بطلع من العسكري، طبعاً أنا بحكم معرفتي بأنه صعوبة الرجل الأمن إنه يجد صعوبة الإنسان وصعوبة الحياة، ورجل إنه بيطلع
ما أدري شو ظروفه وقتها، لكن أكيد كل إنسان وراه أسرة. كنت رافض الفكرة تماما وسألته، لأن أحيانا تجيك الأسباب متعددة، الأشخاص يكون أسبابهم متعددة للطلوع العسكري. طبعا لما يجيك فرد منضبط، يجيك عسكري قمة في الأداء، أنت حريص على أنه يبقى معك، لأن هذا من أدوات النجاح عندك كقيادة. كنت حريص أنه ما ترفض كامل، كنت أبغى أعرف إيش السبب. لما أبدأ لي أنه سبب يترك الوظيفة عشان وفر نفسه إلى الأكاديمية لأنه يلتحق بالجامعة ويدرس، قلت له لا، هذا ما حيكون عائق أمامك، العمل ما حيكون عائق، وأنا ما زلت رئيس لك إن شاء الله ما يكون حوالي. هنا كانت بالنسبة لي عدم قبول تام للموقف ده. يمكن الدكتور أحمد الله يذكره بالخير، يمكن ذاك أحسن من ذاكرتي لأنه أصغر مني يمكن، لكن هو يعرف الكلام ده وردة الفعل اللي كانت عندي بوقتها. علما بين الوقت هذا مضى يمكن عليه 23 سنة أو 24 سنة من الموقف هذا، عام 16 أو نهاية 15 بداية 16 عمر يعني. طيب هو خلص الجامعة واستلم الوثيقة وجاء عندك بيتهدم السيارة عشان يطلع الحق كان عندك؟ نعم، بعد كذا كانت أموره تمام، وأنا طبعا أنا كيف أمورك تمام يعني، وكان حقيقة لما خلص الجامعة قدم على أساس أنه يحصل على قبول في الضباط الجامعيين، كانت الدولة بعزها للضباط الجامعيين، فكانت العائق الوحيد أنه شهادة كنت حصلت عليها بس ما كان في موافقة من مقام المرجع، فأعتقد أنه ما حالف الحظ في عملية القبول، فجاني قال أقدم استقالة. طبعا هو فكرة سابقا رجل بيطور نفسه، الفكر موجود لديه أنه أنا هذا الوظيفة هي محطة، لكن محطتي وأرى نفسي في مكان آخر. فالرجل لما جاني خلاص عنده السلاح، سابقا ما كان عنده سلاح، عنده تخرج وعاد ما تدري إيش المصير في الحياة، هل ينجح في الجامعة، هل يتوفق، هل يتعثر، هل الظروف تساعده أو ما تساعده. ولكن عندما جاني أنه أنا حصلت على الجامعة وأبغى أطلع، لكن الوقت كان عندي ردة فعل إيجابية أنه أنا أقول له أيوة أطلع. ليه؟ لأنك هتجد فرص أحسن من فرص اللي في المكان اللي أنت فيه الآن. كيف شفت خروج من عسكرية المدنية؟ كيف كان الوضع في المجال ده؟ طبعاً الخروج من المدنية إلى العسكرية فيها صعوبة، لأن الإنسان تعود على نمط معين في حياته. طبعاً أحمد، دكتور أحمد الله يعطيه العافية، لأنه كل ما كان عقلك أعلى كل ما كان عندك تكيف أسرع، فهو لما كان معانا في العسكرية تحس إنه مختلف لا في فكره. معلش حوقف حضرتك، احنا الانتقال من العسكريه للمدنيه وليس من المدنيه للعسكريه، مش عشان حضرتك ذكرتها غلط. لا هي كويس، انا فاهم عليك، انا فاهم عليك، بس هو الاستاذ العميد بيتكلم في مرحله وهو بالعسكريه ولما طلع، فانا عشان يكون مكتمل المحور صح. اي صح، هو خارج، هو خرج من العسكريه للمدنيه. مظبوط مظبوط، الاستاذ العميد انا من المدنيه للعسكريه. المدنيه انا العسكريه. حلو، ممتاز ممتاز، نعيدها يعني. ها اي ممتاز، السؤال ولا كيف كان خروج الدكتور من العسكرية إلى المدنية؟ طبعاً خروج الدكتور أحمد من العسكرية إلى المدنية طبعاً يحتاج إلى 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 جهد مضاعف، لأنه العسكرية كانت بيئة عايشها ومتعايش معها، والمدنية تحتاج إلى جهود أكبر وإلى عملية، لأنه حينخرط في المجال المدني يحتاج إلى أنه يثقف نفسه. دكتور أحمد ما شاء الله عليه عنده الطموح، عنده الأمل، فأنا كنت في داخلي أراهن على أنه حينجح في حياته المدنية اللي هو اختارها، وكان توجهه أغلب شيء أكاديمياً أو علمياً أو تعليمياً، فكانت المرحلة الأولى من حياته العسكرية محطة لعبور إلى محطة أعلى، وهذا الطموح يعني نتمنى أن كل إنسان يكون لديه هذا الطموح. يعطيك العافية. تخرج من العسكرية وانقطعت العلاقات او التواصل ما بينك وبينه، فكيف رجعت العلاقه من جديد وكيف وصلت، وايش الاسباب اللي وصلتك له؟ طبعا تقريبا خروج الدكتور احمد الله يعطيه العافيه تقريبا ما اظن ما خلت الذاكره في عام 21،
احنا بنتكلم الان عن 45. هنعيد تاني معلش عشان صوت البوري اللي عدده دخل معنا في الصوت. طيب هنعيد معلش الجزئيه دي بس الجزئيه من البدايه. ايوه من البدايه في كثير بس عشان طبعا الدكتور احمد الله يعطيه العافيه انقطع او قدم استقالته في عام 21. طبعا بحكم عملي نعيد ولا كيف؟ هنعيد معلش عادي ترى مرتين لان اكره اكشن الله يحفظك الله يحفظك راحت شكرا معاكم وتمر للصبح الله يحفظك الله يحفظك لاجل عيون الدكتور احمد الله يحفظك. طبعا اعطوني اشاره بس عشان السلسله يا حبيبي. يلا تفضل. طبعا الدكتور احمد اذا ما خانتني الذاكره عام 21 قدم استقالته. بعد الاستقاله طبعا تعرف ظروف عملي واتجه اتجاه ثاني فانقطعت العلاقه. بحكم العمل والالتزامات فمضينا فترة طويلة. فجأة أنا في مع مجموعة زملاء من القيادات في على تواصل دائما اللي هم يذكرون في المكافح الرجل هذا المكافح. فجأة أنا جاني خبر أنه رجل صار معيد في جامعة أو محاضر في جامعة الطائف. فحرصت على أني أحصل على رقم. تذكر أيام أيامنا كان الواحد منشغل في حياته الأسرية وحياته العملية وثلتني وأنا في منطقة وهو في منطقة. لما عرفت والله لمن يمكن وأنا بين أبنائي اللي كنت أشيد بهذا القدوة أمام أولادي صرت أكرر قصتها واحد اثنين ثلاثة بهذا القدوة. فتواصلت معه بالتلفون باركته وهنيته والله كأن الشهادة أو النصب اللي هو فيه لي أنا لأنه كنت حاط اعتقاد إنه هذا الإنسان حيكون له شان وفعلاً طلع له شان. كان نجاح دكتور أحمد نعتبره نجاح لي فهمتني لأنه من الناس اللي كان قدوة للآخرين. كنت أتمنى كنت أضرب به مثل لأولادي إنهم يحذوا حذو إن الطموح لا يتوقف في مرحلة معينة من العمر أو من الزمن. مريت الرتب عسكري او افراد وضباط ومدنيين ايش كان الفارق في الدكتور احمد يعني ما بين الشخصيات؟ طبعا المجال العسكري تتعامل مع عده عقليات عده مفاهيم. طبعا دكتور احمد نموذج حي واقع ملموس. ما اقول لك ما فيه فيه ولكن احيانا سبحان الله ظروف او القائد يساعدك. يعني أنا الآن بحكم تجربتي العسكرية في قيادات إلى الآن بصمتهم ما زالت فيني إلى الأمام في توجيه في عمل في توجيه في دورة في توجيه في موقف معين. دائما أنت الإنسان تتذكر من القادة ومن الناس المميزين جانبين يا جانب سلبي هو اللي يبقى في ذاكرتك أو جانب إيجابي. فهمتني الجانب السلبي مع الأيام يروح ولكن الجانب الإيجابي يبقى. فدكتور أحمد اللي كان يعني معطيني مميز عن الرجال الأمن الآخرين أسلوبه وقية في التعامل قوة إنتاجه للعمل يعني بقول بدون أخطاء. يعني لو قلت لك مبالغة شهادتي الدكتور أحمد مجروحة بحكم أنه كان من أحد الأفراد اللي يعمل تحت إدارتي شهادتي مجروحة يعني ما في خطأ يقجاني في العمل. يعني نجاح ما يجيني إلا بشيء مكتمل الأركان في أدائه. فهذا اللي كان مميز عنه وهذا اللي خلاني دائما أتفائل بالرجل هذا إنه إن شاء الله حيوصل. فيها فترة من الفترات كنت الأفراد المتمردين أو نقول الأفراد اللي يتغيرون كثير كنت تعاقب 24 72 48 فكان الدكتور يجي يتوسط لهم. طبعا الدكتور أحمد كان رتبته تقريبا أيامها عريف أو دي أول في أيامها كان هو مسؤول عن زي ما قلت لك الجانب الإداري إعداد الكشوفات. فأحيانا يكون عندنا طبيعة العمل وطبيعة الميدان يصير واحد يتأخر عن العمل واحد يغيب. فأنا كقائد لهم لازم عندنا مدة ثواب والعقاب حاصل فأعطيه قبل ما نطلع الميدان لأنه يكتب يحدد الإجراءات وأنا أطلع الميدان وفي نهاية العمل أجي على أساس أعتمد الأوراق. فأحيانا أوجه أقول له فلان آدمي سوي له مذكرة توقيف للتوقيف مثلا 24 ساعه على الخطا او غياب او طبعا هو يتقبل الامر ما يناقشك بيعد المذكره انها تروح الى جهه اخرى انه هذا موقوف وملاحظه كذا من قبلي انا كرئيس له. فلما اجي احيانا اجي اثناء العمل متابعه العمل الاداري
يجيني بالورقة ويجيني بالأمر جاهز، ولكن كان يشفع لرومان أعطيه فرصة. إن شاء الله أنا آخر وأنا بتكلم معه بحكم أنه قريب مني في العمل الإداري، فأحياناً أقول له تصرف خلاص ما دام كذا خذ عليه تعهد وعدم تكرار. فكان الجانب الإنساني في داخله حي، فهذه من الأشياء اللي برضه تحسسك أن الإنسان قلبه على زملائه، مو خلاص أنه قريب من القيادة أنا والطوفان من بعدي، لا، وكان قلبه على زملائه. فهذه نقطة، حتى زملائه كانوا أحياناً يتشفعون بأنه تكفى، كلمنا الضابط على أساس تكفى، فكان له لأنه أخذ قيمته من انضباط بعد. ودنا تقيم الدكتور كفرد، كمعلم، كمحاضر، كدكتور، كمفسر. والله شوف التقييم دكتور أحمد قيمه أثناء، بس حنبدأ السؤال ده بالأول. طيب بس عشان الشباب بصوت واطي، شباب ولا ستات؟ لا لا شباب. إخبارك تسمح بالكوميدية شو يعني؟ لا لا أزهد. يبدو الوقت تطلع ولا تطلع؟ لا لا اتحمل شو بس ساعته يسأل ما فيش حاجة راح. أحتاج أنك تعطينا تقييم للدكتور من فرد المعلم، دكتور، محاضر، بروفيسور. طبعاً الدكتور أحمد الله يعطيه العافية، طبعاً سابقاً كان ما شاء الله الستايل حقه شنب، والآن لا أخذ الجانب المدني بصار تكيتو. فحقيقة بالجانب العسكري أنا أقدر أقيمه وأقول لك والله شوف هذا يمكن 25 سنة، وأسأل عن هذه الكلمة أمام الله أنه كان من ضمن مثالين. ابني مانح هو موجود الآن معي، أقسم بالله هو وإخوانه أضرب لهم به مثل، ولما نزل أنا بروشور العريف البروفيسور أو الجيني البرق أني أعطيهم أرسل على جوالات وشوف هذا الرجل اللي كنت أتكلم عنه. فحقيقة قمة أداء، خلقا، قلبه على زملائه، خلفه اللي في الميدان، يعني ما خلاص أنا بعيال قريب من القيادة، هذا من ناحية. طبعا أكاديميا يا أخي لو أنا بقيمة أكاديميا أنا ما أقدر أقيمه الآن، لأن الأستاذ تفوق، الطالب تفوق على الأستاذ. أنا بروفيسور الدكتور أحمد، أنا أجي أقيم الدكتور أحمد لما وصل البروفيسورة صعبة، حتى الدكتور البروفيسور أحمد بيزعل مني، تقول جاي تقيم لي وأنا بروفيسور، قيم لي وأنا كنت عندك وقتها، أما الآن ما له مال ماني كلمة عليه تقييم. لكن لو ما هو مثال وقوة ما وصل إلى بروفيسور، والله يوفقه، وشهادتي فيه مجروحة، لكن يمين الله أنها تجربة الحية اللي أضرب بها مثل لأولادي يحذو حذوهم، إن شاء الله أنهم يحذون حذوة يكون في المصر. كمل 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 خلاص انتهيت خلاص. وش الفرق أو خلنا بس كده عندي سؤال معلش. كات 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 أساس كات